كيف تقرأ هذا في العرف الدبلوماسي؟ بدون شك أعتقد في تقديري على أن تأجيل زيارة وزير الخارجية الذي لا شك سيرافق رئيس الحكومة هو إشارة إيجابية، وبالتالي يأتي في إطار وفي سياق تسريع وثيقة استعادة العلاقات بشكل كامل وتطويرها وعدم إضاعة المزيد من الوقت، ما يزيد عن 10 أشهر، والأزمة جمدت هذه العلاقات. وبالتالي تأجيل هذه الزيارة لوزير الخارجية هي مؤشر إيجابي في نظري، وفي نظري على أن الإسبان كذلك مهتمون بشدة أن يطوروا في أقرب وقت ممكن. وكانت المكالمة الهاتفية من طرف جلالة الملك مع بيدرو سانتيس جاءت لتسهل هذه المأمورية، لتفتح المجال بشكل أسرع نحو تطور منتظر، وبعدما تم تكسير ما أسميه بالطابو، لأنه في الحقيقة أنه تم تكسير طابو وتم رفع الستار عن قرار وعن موقف في نهاية المطاف. وداخل الحكومة الإسبانية المتعاقبة حتى مع حكومة راخوي كان موقفا ناضجا، كان موقفا ينتظر الوقت المناسب، وجاءت جرأة بيدرو سانتيس لتطرحه على الطاولة في هذه اللحظة، واختيار لحظة مناسبة في الحقيقة. فأنا أعتقد أنه نحن أمام مرحلة جديدة بوتيرة أسرع مما كانت عليه على مستوى تطور العلاقات.